حاسس والو الدراري، حاسس والو والو. احنا دخلنا لكثام كاين الجدرميه هذا واحد الدفاع باقي في المشاع الدراري والخينا بي يعني العجل. واش اخوتي هذه ماشي سويسرا؟ شوف وصلنا للسوق ديال المشاع. شو معنا القهوه باختصار اللي بغى يجي للمشاع على الغابه انتم الاخوان الناس ديال المشاع كاتبين هنا. ها هي الشاحنه ما جمعها في جوج كاين العيالات ما بغيتش نصور الاتجاه الاخر. الطبيعه انا قد هذا البلاد حد الدفاع باقي في المشاع وسبحان الله العظيم هنايا الجو. مرحبا بكم في المشاع، مرحبا بكم في المشاع. احنا وصلنا للمشاع دابا قرابين، احنا غندخلوا دابا للمشاع. عايشوا عايشوا الاخوان عايشوا والله تتحمقوا. اكتشفونا اكتشفونا اكتشافات ما كاين غير اكتشافات اكتشاف. شنو هاد الحجره هادي؟ حجره واعره تحت الارض شفتها؟ جبل ودكر جبل ودكر. اي كنكتشفوا ساعه كاتبين هنا ما بال بالكمش لان الكاميرا مقلوبه. المهم كاتبين لكم هنا المشاع ترحب بكم، المشاع ترحب بكم. الناس اللي بغات تجي للمشاع مرحبا بكم في المشاع. باش قلت لكم دور المشاع زوين، غابه زوينه فيها مناظر خلابه. يا سلام الناس معاملين، الناس دهنا تعامل زوين، يعني التعامل ديالهم نقي، التعامل ديالهم زوين. الناس الجبيليه كاملين صراحه الله كاملين زوينين. اي واحد جا لهنا احتاج اي حاجه راه اي واحد غيقول له خصني ديك الحاجه غيقول له بسم الله مرحبا على الراس والعين وبدون مقابل. الناس ديال المشاع قولوا لي في لي كومونتير واش هذا من اللي كاينين هنا اوطيلات هما مخيمات يبانوا لي علاش راهم واش هذوك اوطيلات انتوما واش هذوك مخيمات الاوطيلات لان بغيت نعرف في لي كومونتير باش الناس تا هما تيقراو يعرفوا شنو هو شنو هي المشاع وشكون هي المشاع. الناس اللي بغات تسالا تجي للمشاع مرحبا بكم في المشاع. المباني كي دايره شوف على الطبيعه كي دايره ها المشاع. هانتوما اخوان الله الوطن الملك، هاهي الله الوطن الملك. الصراحه الناس يستاهلوا شهروا لهم بلادهم، يستاهلوا البارطاج الدراري. ان شاء الله يا ربي هالبلاد عندها مستقبل ظاهر. الرازيد الرا الرا الرا. المهم ان شاء الله يا ربي يكون عندها مستقبل ظاهر الله سخر فيها الله. المهم نمشيو نكتشفوا شنو كاين الفوق. اخوان كاين واحد المفاجاه واعره واعره واعره. انا بس قلت لكم هذا المشاع الناس المشاع عندهم الابداع. انتم باش تشوفوا شوفوا تبارك الله. انتم الاخوان شوفوا تبارك الله الطبيعه شوف 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 خليكم تشاهدوا بعدكم. شنو هنايا؟ شجره محفوره من الوسط، شجره محفوره من الوسط، طبيعه غزاله. ديال المشاع مرحبا به، راه الناس هنا في شكل الله عمرها دار من المشاع رحب بكم. شوفوا الطبيعة كي دايرة تبارك الله وما بارك، كاين ما يتشاف غابة زوينة فيها كلشي زوين كلشي البرودية. الحاجة اللي مخصوصة نقول كيف نذكركم بي. أنا بنبقى نقولها ديما خاصة الطريق، الطريق ما بين المشاع وتم سنين خاصة الطريق مكرفصة بزاف لأقصى درجة، ولكن مناظر خلابة يا سلام. واخا تكرفص ماشي مشكل، يعني باش تشوف المناظر هانية والله ما كاين المشكل والله. على الغابة على الغابة على الغابة عيث عيث اخوت عيث عيث ما نوريكم عيث ما. ولكن نتوما ما بارطاجيوش بزاف، قليل عليا البارطاج هذا هو المشكل. المهم الاخوان دعمونا بالبارطاج، عيشوا معنا لحظات زوينه وما تنساوش البارطاج البارطاج البارطاج. اخوان بنمشيو نقوا على القهوه، ها القهوه اللي بنمشي ليها فوق الملعب. عيشوا معنا القهوه والطبيعه الاخوان، قهوة والطبيعة اللهم بارك. هنا دابا ما بغيتش نصوركم في القهوة، كاين الناس وحنا ديما كنتجنبو ديك الناس نصورهم، انا كاين اللي ما بغيت ماشي كلشي بحال بحال. من بعد ما شربنا القهوة ديالنا الاخوان، صراحة الناس اللي مشي الله عمرها دار الدراري معاملين تعاملوا معايا زوين، عطاوني شي بلايص هنا زوين نمشي ليهم. ولكن اخويا ما عندي كندير لان عندي الموطور ما عنديش كيفاش نطلع في وسط الغابة ونخلي الموطور. المهم قالوا لي كاين واحد البلاصة سميتها البيت الحلوف ولا البيت الحلوفة زوينة بزاف ما يتشاف، قالوا لي نهار دعوا ولا جي نهار دعوا. ان شاء الله ربي غنجي. الناس اللي مشاع بارطاجيو بيناتكم الفيديو وان شاء الله غنجي عندكم ونطلع معكم هذه الغابه الوسط. دابا ما نطلع للسوق، هذا هو السوق، نطلعوا نشوفوا السوق نكتشفوا به، نطلعوا نكتشفوا السوق شنو فيه شنو داير كيدور هنا. وصلنا للسوق ديال المشاع خاوي، هاي عمار نهار الثلاث. السلام عليكم ابطال الطبيعه هزات صوروا هذا اللقطة هذه. دابا هذا الماء يخرج من الجبل اللهم بارك وزيد في ذلك.
غنشربو منو. لا الماء ديالكم هنا زوين سبحان الله العظيم. ولا فين كاين البيت الحلوفه؟ ولا الحلوف الفوق يطلع الفوق. اه الموطور ما يطلعليش؟ لا ايوا هذا هو المشكل. لا على رجلي هو الموطور فين دخل؟ انا عين هافي كاين شي عين هنا قريبه. طلعت لهنا قبل الدراري يطلع كاين واحد العويل هنا وطلعت لهنايا. هنايا ما كاين ما يتشاف. هما ديك الدراري ماجيين عندي الدراري صغار والله الا شكال باش تكون مشاها غزاله فيها النفس. وصلنا لدي العويل الاخوان شو الطريق جي فيها بالموطور على الغابه وطلع بالموطور نكرفس. حنا وصلنا للعوينه ديالنا كاين الناس هنا جالسين مخيمين ما بغيناش نصوروهم الاخوان. زيد في ذلك تبارك الله الطبيعه كيفاش تبان. كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف. هذه هي المشاع. المهم الاخوان جابونا هاد الدراري واحد العين هي مسدوده مسدوده عين مسدوده ولكن ماشي مشكل. هنا العيالات ما بغيتش نصور اتجاه لاخر ونفرش الناظير ونمشيو نشوفو الشاحنه. ها هي الشاحنه ما جمعها في الجبل على الغابه والجبل ما كاين لا طاكسي واحد 240 فهي طالعه. شوف هانتو حاسس واعره الدراري احاسيس واعره 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 واعره. كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف. الطبيعه داك الشيء غزال في المشاع. عشت لحظات واعره قسما بالله الى احسن لحظات عشتهم في المشاع. يعني شعور لا يوصف. يا سلام على الطبيعه اللهم بارك وزيد في ذلك. تحيه للناس الجبيليه اجوا يعيشوا لقطات واعرين تشوفوا الطبيعه والغابه ما شاء الله ما شاء الله. عيشتكم احسن لحظات ما نساوش قدامنا بالبرطاج. شوفوا الاخوان شوفوا عييت عييت شوفوا الطبيعه كي دايره ما شاء الله تبارك الله ديال المشاع. وين انا راه ماشي عارف الجوانب ديال الطريق يعني مع الشانطي بالمشاع وكاينه هاد الطبيعه هذه فما بالك تدخل الغابه. والله صاحبي كل لقيت زعما فين نخلي الموطور اقسم بالله العلي العظيم لقيت فين نخلي الموطور تل نطلع تل الرادار للراس. الاناقه 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 في الغابه والله الا الاناقه في الغابه غزاله غزاله تبارك الله. يا ربي ما احفظ هذه الغابه هذه تبقى كريمه. شوف تبارك الله شوف 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 عيشوا 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 والبارطاج الاخوان البارطاج 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 ما تنساوش تدعمونا بالبارطاج باش نعطيو لبلادنا صوره زوينه. هذه المشاع في جبل ودكا. ها انتم اخوتي شوفوا شوفوا تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك بدون فلتر بدون تلعبه كاميرا عاديه. واش اخوتي هذه ماشي سويسرا؟ شوف 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 الطبيعه ماشي سويسرا هذه. واش حنا دابا في التونات ولا ماشي في التونات؟ الله اعلم. انا صافي دهشرت. شوف شوف المقياس ديال الغابه كي داير والطول تبارك الله. دابا اخوتي فوت المشاع انا فوت المشاع وماشي لواحد البلاصه والله ما عرفت فين ماشي. واش تينز ولا تا زوكار دابا بنخرج لكثامه. دابا هذه الطريق ماشا بنخرج لاربع واقيلا. هو الاخوان ما مملوش ما غاديش نملو وانما بنزيد ونكملوا الطريق. وصلت لهنا صراحه عيد الاخوان عيد بزاف. احسن احسن لقطات انا عشت معكم منا مساري انا منا كتساراو نتوما. المهم الاخوان ما تنساوش دامنا بالبارطاج. وكثامه وصلنا لعندكم. شوف تبارك الله الطبيعه شوف اللهم بارك. تراني وصلنا واحد الدوار ما هو ما عادش نسميلو. اللي عرفوا اللي عرف هاد الدوار ما كناش نسميلو. احنا دابا كثامه راه الجبال ديالها يبانو لي كثامه. دابا حنا قربنا لكثامه. اخوان وصلنا لواحد الدوار سميتو تينزا ها هو. انا ما عرفتش سميتو ها هو بنمشي ليلو ها هو موراي راه خلي موراي مباشره هو اللي بنمشي ليلو ها هو. هي هي ناس تينزا جيت لعندكم. اخوان دابا ماشي لتوغيال ها البلاكه تما فيها توغيال وبنخرج في تينزا وهاد الطريق هذيك كفاس من هذيك. واو 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 على تكرفيصه بنتكرفص لا سخر فيها الله ما تكرفص. دراري واش هذه تينزا ولا توغيال؟ هذه تينزا ولا توغيال هذه؟ نزول واحد الخينه هذاك الطريق كرفصه كامله بحال دابا رجع بحال الاخوان. تسولوا قولوا واش طريق من الناس الصغارين هي تبقى كرفصه. دراري واحد الخينه بيعني العجل واحد الخينه بيعني العجل. قال لي كاين 4 كيلومتر من تما باش نخرج للصغارين. وواحد الساعه وقفت عليه قال لي كاين 14. دراري سميت البلاصه هذه الدوار هذا وهذا تينزا وهذا واش هو هذا تينزا؟ اخوان رجع في حالي الطريق قبيحه ارجع في حالي صافي انا راجع دابا الطريق بزاف مكرفصه بزاف كانتني راه درت فيها واحد جوج كيلومتر ولا كيلومتر ونص راه سخسخاتني غنرجع في حالي. الموطور سخان بزاف لان غادي في دوزيام بروميان دوزيام. هما الاخوان ها بشحال ماشي ها 8 9 7
داكشي باش رجعت فحالي، لان الطريق هنايا ماشي بالموطور، ما طوموبيل ماشي مشكل هانيه، لكن الموطور صعيب عليا صاحبي، الكرفص متمار. هذا الطريق في حياتي هو مشيتي 2 كيلومتر بالموطور، الصراحه كرفستو والموطور سخان وزعزعت لي من المسامر للمسامر للمسمر للداخل ديالو، زعزعت له تيطرك، ولكن ماشي مشكل هانيه. اخوان تلاقيت بالجدرميه، تلاقيت بالجدرميه عند الديزويت وشافوا فيا، وصراحة بغا يوقفوني، بغا يوقفوني، ويمكن يديروا مور هاي الله اعلم، انا ما لاقي لا كاسك لا والو، والله العظيم. وسبحان الله العظيم هنايا الجو بارد مختلف على البلايص الاخرين، الجو زوين غزال ديال المشاع، بلادكم زوينه الصراحه، ولكن خصكم تبارطاجيو الفيديو باش يطلع، باش الناس حتى هما يعرفوا البلاد. سبحان الله العظيم غزاله، فيها الغابه تبارك الله اللهم بارك، وفيها مناظر خلابه، وعازد زيادة فيها واحد الماء واعر، عندكم الماء واعر، الماء بزاف كاع. ما كملتكمش بعد ديك الجدرمية، دابا هما ماجيين بالدزويت، ماشي عندهم طوموبيل جيب ولا، هما دابا ماجيين بالدزويت ياك، أنا طالع وهما نازلين والطريق فيها، وما خرجوليش من الشانطي، بقاو بلاصتهم، أنا اللي ملت، أنا تسحب بها شي واحد عندهم الدزويت، ولكن هما الجدرمية شافوني بلا كاسك، بغاو يوقفوني ولكن صراحة ما وقفونيش، ولكن أجا كيفاش بنقي الكاسك وأنا ماشي بجوج في الكونتور. او تحرق عاب الشمس، ولكن صراحه راه بانوا الجدرميه ظريفين صراحه، الله يعمر هذا هو قانونيا خصك الكاسك، يعني الا وقفوا ما عندك مالك، هو واش من حقهم لانهم ما عندهمش الطوموبيل ديالهم الاصليه، يعني عندهم على التزويت، والله اعلم. انا تك وقفوني صراحه، بنوقف عادي، لان عندي الحمد لله الوريقات ديالي، عندي كل شيء ديالي، وقفوني نعطيهم الوريقات عادي، ما كاينش لي اشكال. اخوان هنا سال الفيديو ديالنا، تحياتي لكم جميعا، شكرا للناس اللي كيدعمونا، ما تنساوش الاخوان شي حمله زوينه للبارطاج، عطيونا شي حمله الاخوان في الفيديو هذا ضروري، شي حمله الماكسيموم للبارطاج باش نعطيو واحد الصوره زوينه لبلادنا وتحفزوني حتى انايا. وشكرا للناس اللي ما كيعرفونيش وكيدعموني، شكرا بزاف، لان والله الا شكرا من القلب، لان كنشوف كل شيء، اي واحد كيبارطاجي الاخوان راه كنشوف، اي واحد كيبارطاجي كنشوفه، ما تنساوش الاراء ديالكم في التعليق كي جاكم الفلوق، وما تنساوش تعطونا فين بغيتونا نمشيو، البلايص اللي بغيتونا نمشيو لهم، وعطونا الاراء ديالكم باش يعني التحفيزات ديالكم راه كتهمني. وشكرا بزاف وتحياتي للاخوان، وما تنساوش راه نهار السبت غادي كلشي كيعيط ليا حسن حسن، واخا ما كنعرفهمش، المهم شكرا للناس اللي مدعميننا، وما تنساوش الدراري كيفوتكم الحمله ديال البارطاج، الحمله، السلام عليكم.